أستاذ المالح، رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش يقول أن لا حاجة لإصدار قانون أحزاب جديد في سوريا، معتبرا أن سوريا سباقة في تطبيق الديمقراطية من خلال مجلس الشعب والجبهة الوطنية التقدمية. هل ترى أستاذ المالح في ذلك ديمقراطية فعلا؟ هذا يضحك على الناس مع الأسف. هذه صيغة من صيغ استخفاف عقول البشر، استخفاف عقول السوريين، وضحك على البشر. نعم. مع الأسف. نعم. طيب، منذ أيام كتبت أستاذ المالح مقالا وصفت فيه قانون 49 الذي يحكم بالإعدام على كل منتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وصفته بوصمة عار في جبيل العدالة. وفي حلقتنا الماضية أوردنا تصريحات وزير الأوقاف السوري الذي وصف الإخوان بالتنظيم الإرهابي في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن النية بتجميد قانون 49. يعني من يحكم في سوريا؟ هل هذا التناقض يدل على وجود تيارات متصارعة داخل مؤسسة الحكم؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن الوزراء كلهم عبارة عن واجهات يا أخي. نعم. يعني أنا أظن المقالة تشير فيه أنت لقانون 49، أنا رددت فيه على وزير الأوقاف ورددت فيه على وزير الخارجية. نعم. أنا قلت له اللي ما بيفهم بالقانون عليه أن يتعلم قبل أن يخطو أي خطوة. نعم. يعني هذا كلام جهل اللي نعم. قالوه يدل على الجهل. نعم. ما بيصير شخص مسؤول يلقي هكذا تصريحات جزافا من غير دراية، من غير ما يرجع للقوانين ويعرف شلون القوانين تمشي. نعم. يعني كما استمعت معنا إلى الخبر، حوالي 50 منطقة مخالفات في دمشق وريفها بتزايد نسبته 400% خلال العشر سنوات الماضية. مليوني مواطن يسكنون تلك المناطق، أي بنسبة حوالي 40% من سكان دمشق. كيف ترى الأمر وأنت الدمشقي الأصيل؟ يا أخي أنا سبق كتبت مقالة عنوانها التدمير الممنهج لدمشق وضواحيها. نعم. وبعد اطلعت عليها، هذه المقالة نعم. مهمة جدا. نعم. أنا في اعتقادي أن هناك فعلا تدمير ممنهج ومدبر لدمشق. يعني في أمور كثيرة، يعني مثلا السلطة عمدت لإهمال كافة مناطق سوريا المفيد العمل فيها. نعم. ودفعت الناس للهجرة إلى دمشق. يعني مثلا كل ما يسمى وادي المشاريع في دمر يسكنوا أكراد جايين من الجزيرة. نعم. هذا بني في إشراف الدولة وفي علمها وفي درايتها، منطقة كبيرة بنيت. نعم. كيف بنيت عشوائيا والدولة غير حاضرة؟ هذا كلام غير صحيح. نعم. الدولة تغض النظر، لأنه كان هناك محافظ لريف دمشق، شخص مرتشي الفساد الذي يستجري في كافة مفاصل الدولة. نعم. هو الذي يفعل هذا الفعل. نعم. هذا المرتشي غض النظر عن قطع الأشجار في الغوطتين. نعم. وبناء الأحجار. نعم. بصورة غير مرخصة، بصورة غير نظامية. معظم البناء اللي تم في الغوطتين غير مرخص، والناس عمروا على كيفهم. وهو هذا الرجل كان يأخذ على المتر المربع 1000 ليرة سورية. نعم. يعني أنت تعمر بناية من 1000 متر مربع بيأخذ 1000000 ليرة سوري لجلته. نعم. بعدين بيطلع بيجمع المال بيصرفه بالعملة بقطع الأجنبي بالدولار أو بغيره، بيطلع لفرنسا بيعه فيه بالإمار. نعم. طيب وأنت الدولة جاءت فوضعت غرست غراس في أغراس، يعني مضخات في نبع بلدها. نعم. وأخذت المياه النبع كلها للشرب، لأنه دفعت الناس الهجرة. نعم. من كل مناطق سوريا إلى دمشق. نعم. دمشق غير مؤهلة أنه تستوعب هذا الرقم من البشر. نعم. فما لم يعد هناك بردة لسقاية البساتين. نعم. ليس من حق الدولة أن تمنع جريان نهر البردة، هذه جريمة بحق البساتين وبحق دمشق يا أخي الكريم. ومع ذلك من يحاسب من في البلد؟ نعم. ثلاثة، شيء آخر يا أخي الكريم، يعني الآن منحت الدولة رخص كثيرة لشركات وجمعيات للبناء في ضواحي دمشق. نعم. لا يوجد مياه. نعم. بيعملوا آبار جوفية مشان يستنزفوا الآبار الجوفية. نعم. بالتالي لما تنضب الآبار الجوفية وينضب نبع بلدها، ماذا سيحصل في دمشق؟ نحن نسير في طريق التصحر. نعم. أنا أنادي وأستغيث الآن، دمشق تسير في طريق التصحر ولا بالمجيب. نعم. ما في أحد يسمع. نعم. إلا لهم البديل هو تحسين منطقة الجزيرة يا أخي. نعم. الجزيرة اللي فيها مياه، فيها بترول، فيها قمح،
ممكن إقامة مشاريع كثيرة في الجزيرة وتصبح الهجرة معاكسة يا أخي، بحاجة فقط لتحسين. الآن ابن الخامشلي يأتي ليستشفي في دمشق، لماذا يا أخي؟ لأن هناك لا يوجد مستشفيات، كل شيء موجود في دمشق في مركز الدولة في العاصمة، وبقية المراكز شرداء فقيرة محتاجة لكل شيء، والدولة لا تعني في هذه المسألة ولا تلفت تلتفت إليها. نعم، يعني أستاذ المالح، من الواضح وأنت الدمشقي الأصيل تتألم وأنت ترى أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ على هذا الوضع، ولكن البعض يعز... أنا أبكي يا أخي على تدمير دمشق، تدمير الغوطة، أبكي. نعم، ولكن البعض يعزو ذلك إلى ربما العقوبات أو الحصار الذي المفروض على سوريا، كيف ترى الأمر؟ ماشي، يعني هذا كلام كذب ليس له أساس صح يا أخي. يا أخي أنا قلت في أكثر من مناسبة، مراكز محافظات الجزيرة تربط بطرقات سريعة، ثم تربط بحلب وحمص ودمشق، حلت مشكلة مواصلات، ثم تنشأ مرافق كما في دمشق في مراكز المحافظات هناك، مستشفيات وغيره. لماذا ابن الجزيرة طبيب أو مهندس يأتي ليعمل في دمشق لما بيكون هناك في مشاريع يعمل في المشاريع؟ القطن يا أخي يشحن القطن من الجزيرة يتم حلجه في حلب، لماذا من لا يحلج محالج في الجزيرة؟ لماذا لا يتم غزل القطن في الجزيرة ويصدر خيوط؟ في أمور كثيرة، البزر القطن الذي يستخرج يتم عصره هناك، معاصر صناعات بتروكيميائية هناك، مصافي هناك. القمح القاسي أحسن قمح في العالم في الجزيرة يصنع مع كورونا ويصدر مع كورونا، ما بعرف يا أخي لماذا يصدر خام. يعني في مشاريع كثيرة، وطرحت أنا في أكثر مناسبة في مقالات، هذا عمل سيء. طيب أستاذ المالح، يعني هناك بعض الدول العربية ربما من أجل محاولة القضاء على ظاهرة البناء العشوائي كالمغرب مثلا، لديها مشاريع رائدة في القضاء على المناطق العشوائية، وذلك من خلال بناء مجمعات سكنية وبيعها بأسعار التكلفة إلى سكان تلك المناطق وبأقساط مريحة جدا، فيتم من خلال ذلك القضاء على العشوائيات وتشغيل اليد العاملة التي تعاني من البطالة أصلا. لماذا برأيك لا تحذو سوريا حذو تلك الدول في تلك المشاريع؟ يا أخي أنا المغرب وضعها يا أخي غير وضعنا. أنا قلت أنا الشيء اللي طرحته هو تحسين منطقة الجزيرة. إذا تحسنت منطقة الجزيرة الناس كلهم اللي جاؤوا إلى دمشق يا أخي بيرجعوا، هذول كلهم من الجزيرة، من القامشي، من دير الزور، من الحسكي، من كل مناطق يا أخي جاؤوا إلى دمشق، لأنه دمشق فيها عمل فيها شغل، والناس هناك ما في شغل، ما في زراعة. فالحل هو تحسين المناطق الأخرى حتى الناس يرجعوا، أبناء المناطق يرجعوا يسكنوا في مناطقهم، يشتغلوا في مناطقهم، هذا الحل. يعني إذا الدولة شجعت الناس يقيموا منشآت صناعية، صناعة زراعية تحويلية بسموها يعني في الجزيرة، وأقامت يعني خدمات في كل محافظات، يعني مراكز محافظات الجزيرة، وعملت مواصلات سريعة، هذا حل مشكلة كبيرة يا أخي. ولكن يعني الآن العشوائيات ثلثي دمشق عشوائي يا أخي، ثلثي دمشق، هذا بده هدم كله يا أخي، وشو تهدم وشو؟ فإذا كان رجعوا الناس لمناطقهم بشكل طبيعي، يعني تنزل اسعار البيوت، ترخص اسعار البيوت، وبالتالي بصير في حل المشكله سهل. يعني الان مناطق كثيره مثل ما ضربت مثال انا وادي المشاريع في دمر، كل اكراد هذول جايين من القامشلي يا اخي، هذول ساكنين في سفح القصور الجمهوريه في سفح الجبل. لولا الدوله وافقت على هذا السكن وعلى هذا البناء ما بني يا اخي.